السوشي أحد أشهر الأكلات العالمية. تعرفوا معنا على تفاصيل يوم السوشي. اليوم العالمي للسوشي. السوشي هو وجبة من الوجبات التقليدية اليابانية، والكثير من الناس لا يعرفون مدى أهمية هذه الوجبة ولا يعرف فوائدها الكثيرة، وكان لابد من المساهمة في نشر الوعي ومعرفة الحقائق عن هذه الوجبة. لذلك يحتفل العالم باليوم العالمي للسوشي، ولابد أن نعرف أنه يحدث خطأ كبير في الخلط بين السوشي وبين نوع آخر يتكون من الأسماك النيئة وهو الساشيمي. أصل السوشي واليوم العالمي له. لابد أن نعرف ما هو أصل السوشي، حيث يأخذنا ذلك إلى منطقة جنوب شرق آسيا لمعرفة ماذا يحدث مع الأسماك، حيث إنه يتم حفظ وتخزين الأسماك لحين طلبها، حيث يتم لف الأسماك في الأرز المخمر والمملح. تخمير الأرز يؤدي إلى أنها تظل صالحة للاستخدام لفترة طويلة، وتعرف هذه الطريقة باسم ناريزوشي. أنواع السوشي. ظهر السوشي بشكله التقليدي في اليابان في عام 1600، وهو الشكل المعروف لدينا، وكان يتكون من أرز مخلوط مع الخل وسمك وخضروات، وهذا النوع اختلف من مكان لآخر، ولكنه ما زال من الأشكال الأساسية الموجودة حتى الآن. وتتعدد أنواع السوشي وتختلف في مسمياتها، وكل نوع منها له مذاقه المميز ويختلف أيضاً في شكله. فمن هذه الأنواع نجد مثلاً ماكي أو اللفافة. الشكل الغالب له هو الأسطواني، ويتم صنعه بالمأكولات البحرية والأرز، وفي بعض الأحيان يوضع البيض المقلي مع المكونات. لانغري سوشي يصنع يدوياً بالشكل التقليدي، حيث يتم دمج الأرز وصوص الأسبال ليصبح مستطيل الشكل، ويغطى بشريحة سمك أو بالعشبة البحرية، ويقدم مع صوص الصويا، وهذا النوع من السوشي هو النوع النيجيري. إغراشي سوشي المبعثر. هذا النوع من أكثر الأنواع انتشاراً في اليابان لكثرة الإقبال عليه بسبب أنه سهل وبسيط في عمله، وتختلف مكوناته حسب كل منطقة يقدم فيها، فهو خليط من الأرز وبعض المكونات الأخرى. الأوشي سوشي المضغوط. يتم عمله في قالب خشبي، ويتم وضع جميع المكونات، ويتم الضغط عليه، ثم يتم تقسيمها لقطع صغيرة الحجم. هل تعلم أن الكثير من طهات السوشي يتنفسون ويعيشون السوشي؟ فهو ليس مادة غذائية فقط، ولكنه يحتاج إلى سنوات عديدة للتدريب، يطلق عليها إيتاميا، ولا يتم تكليف الطاهي بعمل السوشي إلا بعد قضاء حوالي 5 سنوات مع خبير إيتاميا. اصنع السوشي الذي تحبه بنفسك، لابد من المحاولة حتى وإن لم تكن مثل طاه محترف، فالوصفات بعضها سهل جداً في تنفيذه والمكونات متوفرة، فحاول وجرب ولا تجعل شيئاً يوقفك ويمنعك. لماذا يجب أن تحتفل بيوم السوشي العالمي؟ لابد من جعلها حقيقة. ابدأ بجمع مزيج من الخضروات والطماطم والمأكولات البحرية والتوابل، فهذا الذي جمعته يحتوي على مكونات صحية جداً من البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات، فيعتبر السوشي من الوجبات الصحية المهمة والمفيدة للجسم. ولابد من إعادة التفكير حول السوشي، ولابد من تذوقه وتجربته لكي نعرف حقيقته. إنه فعلاً من الأكلات اللذيذة جداً والمهمة للجسم، ولا بد من المحاولة وتجربته مع أصدقائنا المقربين، أو تناول الحساء مثل مامي حساء فول الصويا، أو تجربة لفائف فيلادلفيا، وهي لفائف يطلق عليها صديقة المبتدئين، وتحتوي على الجبن الكريمي وسمك السلمون والأفوكادو، ففي ذلك تجربة جيدة لكي تتغير فكرة رفض تناول السوشي. وهذا ما استطعنا أن نقدمه عن السوشي وعن اليوم العالمي له. فهل ستعيد التفكير وتتناول السوشي وتكون من المحتفلين باليوم العالمي للسوشي؟